بشرى الضو تنفعل بقوة ضد المغنية الحمزاوية بعد التتويج ديالها من طرف لوزارة الثقافة، والوزير يستدعي النقابة المنظمة لهذا الحفل، واتهامات اللي هي خطيرة جدا لهذه النقابة بالتزوير في خاتم الوزارة. ومصادر اللي هي مقربة من الحمزاوية تؤكد دفع المغنية مبالغ مالية للحصول على الجوائز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي داخل وخارج أرض الوطن، إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. فكنتمنى أنكم تعملوا لايك والبرتاج باش دائما توصلوا بما هو جديد. إخواني أخواتي، واش اللي كيغني في البيران كدير ليه تكريم وكتعطاه شهادة نجم السنة؟ والغريب في الأمر كذلك حتى الأخت ديالها دائما كتحصل على الجوائز. والمعلومات اللي هي مسربة من داخل الحفل واللي كتأكد أن هاد الناس اللي كانوا حاضرين واللي تم استدعائهم من طرف هاد النقابة، والقضية فيها دفع مبالغ مالية كرشوة باش ياخذوا هاد الجوائز، كذلك نفس الشيء المغنية الحمزاوية اللي استغلات هاد النقابة من أجل التتويج يعني والحصول على هاد الجائزة، وكما خرجات في التصريح أمام يعني الناس اللي كانوا حاضرين يعني في هذا الحفل، وكتشكر فيه وزارة الثقافة وكتشكر فيه يعني النقابة على أساس أنها كتستحق فعلا هذه الجائزة. فبعد ما إخوان إخواتي اللي كانوا حصلوها يعني حصلوا عندها 5 غرامات من هذيك الممنوعات، وهذه الأخبار اللي هي يعني موثوقة، ولقاو عندها ديك 5 غرامات ممنوعة داخل السيارة وتعتقلات 48 ساعة. والان المغنيه كتعلن التتويج ديالها هي والاخت ديالها من طرف وزاره الثقافه، وتتوج بهذه الجائزه من طرف النقابه المدعومه من وزاره الثقافه، واللي كتنفي فعلا انها التتويجات والشواهد بدون علم الوزاره. يعني الوزاره ما كان عندها حتى شي اخبار يعني بهذا يعني هاد الجوائز وهاد يعني الطريقه باش قدموا بها هاد الجوائز، وليت فيها التتويج إخوان أخواتي. والخطير أن الشواهد فيها ختم الوزارة الثقافة ولتبين أن هناك تزوير، وهذا شيء خطير لابد التحقيق فيه. فمن بعد ما توجهت الأخت ديالها بلقب سفيرة القفطان لسنة 2023، والآن يعني كيتوجهم بأحسن يعني نجم في الفن، وهذا الشيء اللي صراحة كثير الكثير من الاستغراب والدهشة، وهذه فضيحة مدوية يعني للمغنية. فصراحة إخوان إخواتي هاد الفضيحة مورا فضيحة لدائما هاد السيدة اللي كتحاول أنها تبين البراءة ديالها وكتحاول أنها هي الأولى في المغرب، وهادشي لا أساس له من الصحة. السيدة غير كتحلم وكتكلم ودائما كتحاول أنها يعني توصل رسالة للجميع مغاربة على أساس أن هذه التهمة ديال الحساب حمزة مومبيبي يعني كلها تهم ملفقينها لي. إخواني أخواتي، فكان موقع سابقا لهذه المغنية الحمزاوية، وكانت عملات نفس السيناريو مع العائلة العلوي، وكانوا كرموها باسم وزارة الثقافة، ولا من حرك ساكن. نفس السيناريو ونفس الفيلم قامت به هذه المغنية، دائما كتحاول انها توصل الرساله للجميع على انها يعني انسانه تتوج بالجوائز، وان ما عندها حتى شي مشاكل، وان انها بريئه من جميع التهم ديال الحساب حمزه مومبيبي، وهذاك الشيء كله يعني ديجا يعني التهم اللي لفقوا لها هي من طرف اعداء النجاح، هذا حسب الراي ديال المغنيه. فلولا يعني كانت الام ديالها تنصحها لما وصلت الى كل هذه المشاكل، تنصحها وتقول لها بعدي من هذه المشاكل، لانك يعني ما غتكسبيش الثقه ديال الناس، خصوصا انك غتحصي، ولكن السيده دائما كيهمها الا المال باش تدفعها كرشاوي المسؤولين، خصها غير الفلوس كما شفتوا انك تغني في البيران في الاعراس يعني في مولا انها كتحضر باش تحصل على الاموال، خصوصا ديك الفلوس اللي كتجيها كغرامات من طرف الخليجيين بالضبط.
فهادشي كامل باش تدفعوا للقضاه باش ما يتنفسش في حقها هذاك الحكم اللي هو سنة سجنا نافذا، وان كان هذا الخبر ديال محكمه النقد، وكيبقى السؤال اين النقد المغنيه فيكون طبق فيها هذا القانون. ودوزت هذاك السجن هذه قبل 4 سنوات، كنت نسات وبدات يعني المشوار ديالها من جديد، لكن امام هاد التعنتات ديالها فهي يعني اللي كتحاول ان تحدى الجميع يعني بهاد القرارات وبهاد الحضور اللي صراحة اللي كنشوفو كيفاش ان احنا جميعا سيدة متابعة بواحد القضية اللي اثارت الرأي العام المغربي اللي هو حساب حمزة مومبيبي، والسيدة كتخرج وكتقول انني توجت، وكنشكر وزارة الثقافة يعني بهاد التتويج، وهذيك الشهادة اللي حصلت عليها يعني راه كلها مزورة، وهي الهم ديال الوحيد انها يعني تبان يعني في السوشيال ميديا يعني وتوصل الاخبار يعني في جميع المواقع. كون كان هادشي بصح اخوان اخواتي ان هاد المغنية فعلا توجدت من طرف وزارة الثقافة، يعني كون كانت يعني القناة الاولى ودوزين يعني غير نشروا هاد الخبر، ولكن هادشي كامل المغنية كطيح في راسك، كطيح في راسك في الفضائح تلو الفضائح. دائما كنشوفوا الفضائح، ودائما كنشوفوا انها كتخرج وكتعلن امام العلن انها ضحيه واحد العصابه على حسب الراي ديالها، ضحيه امام واحد العصابه اللي كيحاولوا انهم يزجوا بها السجن. فصراحه هذه المغنيه هي فعلا يعني راه عندها قضايا اللي هي خطيره، راه ماشي غير هذا الحساب حمزة موبيل، راه عندها قضايا اخرى يعني اللي مرتبطه بالوفاة ديال وئام الدهماني، وهذا هو الملف او هذه القضيه اللي كترعب منه هذه المغنيه. فنقول ان الحساب حمزة موبيل فهو غيمر مرور الكرام، وان ما تدخلش للسجن، وحتى ان محكمه النقد والابرام يعني الحكم ساقط بالتقادم. ولكن هذه القضيه ديال وئام الدهماني فهي ما غتمرش مرور الكرام اخواني اخواتي، راه كنخرج مرارا وتكرارا يعني السيد الدكتور العمارتي وكان علن هذا الخبر واللي نزل كالصاعقه على هذه المغنيه، خصوصا يعني بعد ما علن الاسم ديالها وهي ثلاثه الناس اخرين يعني متورطين في هذه القضيه. ومن وراء هذا الخبر اللي كان خرج يعني اللي اعلن عليه يعني رشيد العمارتي اختفى على الانظار. السيد كان تلقى تهديدات، السيد كذلك جاته مكالمات هاتفيه يعني من مسؤولين كبار باش ما يبقاش يتكلم على هذه المغنيه، وما يبقاش يتكلم على الملف ديال حمزة مومبيبي، وما يبقاش يتكلم على الحكومه بصفه عامه. هو ما كيتكلمش غير في هذه القضيه ديال حمزة مومبيبي، وانما كيتكلم يعني في القضايا يعني خصوصا الحكومه، كيتكلم الحكومه، كيتكلم دنيا باطمه، كيتكلم يعني حمزة مومبيبي، خصوصا انه كان يعني ضحيه لهذا الحساب، وانه كان نشروا له حتى هو الصور ديالو، وكان ما كانش غيتفك معها لولا هذيك التهديدات يعني من مصادر من مسؤولين كبار باش ما يبقاش يتكلم على الحمزاويه. وهذا شيء خطير فعلا، الحمزاويه عندها مسؤولين اللي كيوقفوا معها، فعلا كيوقفوا معها، وبالدليل ان اي واحد كيتكلم في الموضوع فكيكون واحد الاختفاء مفاجئ ديالو. يعني شحال من واحد تكلم في هذه القضيه ولكن كنشوف الاختفاء ديالو، ما عدا سيد تحفه اللي عنده جنسيه امريكيه، واخا كيدخل المغرب ما كيتمش الاعتقاد ديالو، لانه الا تم الاعتقاد ديالو فراه غتدخل يعني السلطات الامريكيه بهذا الموضوع، وغتسول السلطات المغربيه، نظيرات السلطات المغربيه ما السبب وشنو المشاكل، وزيد يعني غتزاد المشاكل والاوضاع يعني غتزيد تفاقم، خصوصا ان السيد كيتكلم يعني في واحد الموضوع اللي عنده دلائل وحقائق. اخواني اخواتي نكتفي بهذا القدر في انتظار ما هو جديد، فما تبخلوش انا باللايكات ديالكم بارطاج، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.